اول شيء اعطوني مدير الرعايه السكنيه. عطني وزير الاسكان وجهزوا باكر صوره مدير الرعايه السكنيه. الله يطول بعمره ويخلي زين. وزير الاسكان ومدير الرعايه ما ادري شو اسمه. الرساله الاولى راح نوجهها لاخونا وزير الاسكان الله يطول بعمره واللي وعدنا راح يكون ضيف قريبا جدا ان شاء الله ويانا. المهم معالي الوزير، تدري ان الرعايه السكنيه سوت انجاز كبير؟ تقول مسوين انجاز بدون ما يقولوا لي؟ اي ما قالوا لك، ما قالوا لك على الانجاز العظيم اللي سووه الرعايه السكنيه. راح تسالني اسيل قول لي شنو مسوين الرعايه السكنيه؟ انا اقول لك شنو مسوين الرعايه السكنيه، الله يطول بعمرهم. يوم احنا نشرنا البيانات والارقام اللي تكلمنا عنها عن الرعايه وتوزيعاتهم، قال هناك جاسوس. جاسوس؟ فقاموا المسؤولين في الرعايه السكنيه فكروا بانجاز عظيم. اخ الوزير تقول لي شنو الانجاز؟ ولازم البس نظارتي طول بعمرك ما اشوف. راحوا سووا نموذج، مو نموذج لتطوير العمل معالي الوزير، لا والله ما سووه بعد قلبي. راحوا اخوي ياسر سووا نموذج. انا راوي المخرج، تشوفه مخرج؟ ها انا بيبه طلعت عن الكادر، تشوفه؟ ها طلعنا على الكادر. خلكم معاي، هذه احد الانجازات العظيمه معالي الوزير. شنو الانجاز معالي الوزير العظيم؟ الانجاز يا بعد قلبي نموذج اقرار بعدم افشاء الاسرار. اقر انا السيد او السيده ملف رقم واعمل بقطاع اداره قسم، شوفوا بعدم شنو؟ الافشاء للغير كتابيا او شفويا او الكترونيا عن اي معلومات او وثائق او مستندات والتي قد احصل او اطلع عليها اثناء قيامي بوظيفتي بالمؤسسه والتي ينبغي ان تظل سريه بطبيعتها وفق لقانون او لائحه او قرار او تعليمات، كما التزم بعدم استخدام اي معلومات او وثائق او مستندات الا في الغرض والعمل الذي خصصت له المؤسسه، كما التزم بعدم نشر اي معلومات او وثائق او مستندات باي وسيله كانت إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة، على أن يكون الالتزام بعدم إفشاء الأسرار وعدم النشر سواء أثناء خدمتي أو بعد انتهائها أو بعد انتهائها. كما أقر بعلم اليقين فيني بأنه في حالة ثبوت أي مخالفة في هذا الخصوص سيتم مجازاتي وفق لأحكام لائحة شؤون التوظف المعمول بها بالمؤسسة، وذلك مع عدم الإخلال بأي جزاءات أو بيانات نص عليها قانون أو لائحة أو قرار الشأن. وأنا الموقع عندنا بأني قرأت وفهمت الإقرار بشأن عدم إفشاء الأسرار وعدم النشر، المقر بما فيه اسم الموظف الرقم الوظيفي التوقيع التخفي. ذمتكم حلفتكم بالله، أعطوني يا سربل. حلفتك بالله أستاذ ياسر، هذا نموذج يوقع موظف في الرعاية السكنية؟ يعني باكر اذا شاف فساد يا معالي الوزير ويروح يبلغ مكافحه الفساد تقول لك انت مخالف لي لانك موقع على اقرار؟ يجوز هذا الاقرار يا معالي الوزير؟ الرعايه السكنيه ايش خايفين منه؟ ايش خايفين منه ان الموظف يتكلم مع الجهات الاعلاميه عن معلومات عندكم وعن فشلكم في بناء والانتهاء من القضية الإسكانية؟ نموذج. ليش الرعاية السكنية محطة نووية ولا عندنا صواريخ بلاستيكية بلاستيكية بعيدة المدى، ولا احنا ننتج الذرة مثلا، ننتج شيء عالمي ما حد نبي يدري عنه، ولا احنا نسوي تليفونات الآيفون والسامسونج اللي عندنا أشياء سرية؟ والله العظيم أنا أظن حتى الشركات العالمية ما توقع النموذج هذا. يجوز؟
ايش دعوه؟ ايش خفتوا منه؟ انا بسالك معالي الوزير، ابيك تسال بدر لو قيان بانجازه العظيم بانه يوقع الموظفين على هذا الاقرار، كان وقعته وانك انك قبل ما تطلق او تتزوج او تروح الحمام تكرمون، او اني اتمشى، او اني اسافر، او اني اروح ازور حديقة الحيوان بالكويت، اخذ من المدير المسؤولي اذن اني انا بروح ازور. هذا نموذج؟ هذا الكلام يوجه للوزير الان. هذا انجاز الرعاية السكنية؟ بذمتك معالي الوزير هذا انجاز تتكلم عنه؟ هذا انجاز معالي الوزير يسويه مدير الرعاية السكنية؟ تدري عن هالكتاب ولا ما تدري؟ هذا المعالي الوزير اللي تكلم على انجازات الرعاية السكنية، ايش بقى بعد؟ شقر فيه. انا اسالك هذا من الناحية القانونية صح؟ في قانون الخدمة المدنية موجود هالقانون عدم افشاء الاسرار، لكن يوقع على ورقة؟ ولا المعلومات تعوركم؟ او ان في شيء ما يبي احد يدري عنه، لا الحكومة ولا الشعب ولا حتى النواب، بعض النواب خيبة ساكتين على قضية الرعاية السكنية، ساكتين بالأرقام اللي تطلع غلط وإحنا كشفناها، وبعد ما كشفناها وقعوا على أوراق. أتمنى معالي الوزير تسأل مدير الرعاية السكنية عن حقيقة الورقة والنموذج، وأنا مستعد أعرض لك حتى التأشيرات اللي توزعت على الإدارات، وإذا قالك مدير الرعاية غلط أو إنه بناء على تعليمات منك رد يا معالي الوزير حتى نعرف شنو هالاشياء السريه اللي موجوده عند الرعايه السكنيه. طريق الموت واللي قاعد يصير في منطقه صباح الاحمد سري؟ البيوت اشوفكم توكم الان سوف نشكل لجنه ما بين وزير الاشغال ووزير الكهرباء والاسكان حيحل قضيه طريق الموت، واحنا سنين وناس ارواح قاعد تزهق هناك ودون ان تتحرك لا من قبلك ولا من قبل وزارة الأشغال لحل المشكلة هذه. روحوا شوفوا بيوت صباح الأحمد واللي عرضناها، روحوا شوفوا وشوفوا وشوفوا، شوفوا مخالفات المقاولين في الرعاية السكنية. وآخرتها نموذج. لا تطلعون أسرار، هذه أسرار؟ هذه الأسرار يا معالي الوزير خايف عليها مدير الرعاية السكنية. النقطة الثانية والتي لا يجب أن تمر مرور الكرام. وزير الإسكان رايح للسياسة. تقول لي 7 مليارات تكلفة المطلع؟ 7 مليارات؟ 7 اي مو احنا فوائضنا بالسنة 8.3 مليار، فسبعة مليار تكلفة المطلع. تدري ان المطلع معالي الوزير، انا اسالك معالي الوزير، انت الحين قدرتها ب7 مليار اللي اعطاك الرقم، اساله معالي الوزير قل سويته التصميم النهائي حتى نقدر المشروع، رفعت الرفع المساحي المكتب الاستشاري اللي متاخر عمل الرفع المساحي للمنطقه؟ كلا عملتوا امتدادات الطرق؟ كلا ربطتوها مع الطرق السريعه؟ كلا هل التكلفه تشمل المحطات؟ كلا تدري عن هالمعلومات يا معالي الوزير؟ ما اعتقد انك تدري يا معالي الوزير. ما يجوز يا المخطط لا زال تحت التصميم الابتدائي وليس النهائي، وتطلعون وتقولون تكلف المشروع المطلع 7 مليارات. انا اعطيك حل معالي الوزير، خاف الله بهالبلد يا معالي الوزير. 7 مليارات دينار مبلغ خيالي جدا يا معالي الوزير. يا معالي الوزير ما يجوز تطرح الارقام الضخمه. معالي الوزير اشتمتوا مدينة الكويت اذا منطلع سبع مليارات وتقدرها بسبع، عين مدينة الحرير بكم؟ العاصمة الثانية بكم بتبيعونها؟ عساس تنشئون محطة تنشئون منطقة مثل المطلع ب7 مليارات؟ خاف والله. شد الحزام على المواطن، قلل المصاريف على المواطن، مهمات رسمية خففوها. وني مدينة المطلع 7 مليارات يا معالي الوزير، أنا أعطيك مقترح صغير واسمح مني أستاذ ياسر، والله لا أكرهم فيك ولا هميتني ولا همني مدير رعاية السكنية، يهمني الوطن، لأن
بنخليه لأجيالنا لعيالنا. معالي الوزير، أنا قلت لك اطرح المشاريع لشركات عالمية، يجيبوا الشركات العالكورية الصينية وقول لهم هالمطلع اللي تسمونه منطقة ضخمة نبي بنية تحتية وشوارع ومحطات، انت تجاوز المليار ونص ولا المليارين دولار ومش دينار، تحديتك انك توزع 12,000 وما وزعت، ويا ركان ويا ابو علي يدافعون عن هذه السياسة، لكن صدقني انت ما حليت القضية الاسكانية. والمطلع لما تكلمون على 7 مليار كان المفروض من نواب الأمة ما يمرها التصريح مرور الكرام، لكن مر يا معالي الوزير، لكن يا معالي الوزير حرام، روحوا شركات عالمية طرحوا هالمشاريع الضخمة على الشركات الكبرى، تبني لكم البنية بعشرة من القيمة بالمية من القيمة اللي قاعد تذكرونها. 7 مليارات يا معالي الوزير إنشاء المطلع، عيل مدينة الحرير شبش كثر تبي تسوونها، حرام يا معالي الوزير. سبع مليارات ان شاء الله تطلع. ولما المواطن يبي يعطونا البديل الاستراتيجي قالوا له 2017 زيدوا على المتقاعد 50-40 دينار، لا لا حرام الفلوس تضيع، انشاءوا مدينه المطلع 7 مليار. اذا القاهره اللي بيسوونها جديده شوية مليارات 100 مليار جنيه حولوها، واحنا بنسوي منطقة في البر ولحد الان المخططات التصميمية الابتدائية ما خلصت و7 مليار. عيل باكر لما تخلص بكم توصل مع الوزير؟ 14 مليار؟ مسكينة الكويت، هذا اقدر اقوله. عموما خبرنا التقرير الثاني،